معانا أستاذة مروة من مطروح، قد يكون عندها نفس المشكلة أو توضح لنا تفاصيل فيها. أهلا بيك أستاذة مروة. أهلا وسهلا. سامع حضرتك. بقول لحضرتك دلوقتي المشكلة فعلا معانا من أكثر من سنتين. يعني قبل سنتين كانت معقولة، كانوا بيعملوا جدول ويبقى ثابت أسبوعي بتتضخ المية للبيوت، الناس بتاخد كل احتياجاتها وخلاص. من قبل من الفترة اللي فاتت دي، السنتين اللي فاتوا، في مشكلة مش طبيعية، يعني ممكن يتقطع المية حوالي شهر وأكثر. الناس ثابت سنتين وإحنا على الحال ده، لدرجة إن الناس بتوصل عربيات المية 10 طن بمثلا 1000 جنيه في الصيف. الناس مش قادرة. وبعدين الموضوع الأستاذ كلمك فيه اللي هو فعلا في مصالح بتتعمل من ورا مشكلة المية في مطروح، مصالح كتيرة. وليها دلائل، يعني ليها دلائل عندنا، يعني مثلا عربيات شركة المياه نفسها اللي هي عليها لوجو وشكل معين، دي كثرت قوي. يعني المدينة كنت تخرجي تشوفي فيها عربية كل يومين ثلاثة، دلوقتي كل مشوار بعدين مثلا ساعة ساعتين يقابلني ثلاث أربع خمس عربيات بشركة المياه. ده معناه إيه يا أستاذة؟ أسكان الخدمات قليلة، والمساحه زي ما هي، والشغل ضعيف. بسأل حضرتك، اسمحي لي عذرا على المقاطعه، ده معناه ايه انتشار مثل هذه السيارات؟ ده معناه ان هم بياخدوا فلوسنا يجيبوا بيها حاجات هم بيستخدموها. يعني ما تبقى في تمنايه، في ميكروباص، في اتوبيس 50 نفر، كل دي حاجات هم ما بيستعملوهاش. طول عمرنا عارفين ان العربيه الخاصه بالشركه عباره عن عربيه ربع نقل. بيشيلوا فيها عامل اثنين ماسورتين، يعني حاجات شغل احنا واخدين عليه. فجأة انتشرت العربيات دي اللي عليها اللوجو بأحجام وأشكال مختلفة، بتوصل لأتوبيس، الأتوبيس بيتعمل بإيه؟ يعني في أمور على الأرض بتأكد إن هم استفادوا من المشكلة اللي احنا فيها دي. لأن أنا بروح نشتري مية وإحنا متعاقدين وعندنا عدادات ويعني كله ماشي صح. أنت ظلمنا جدا، وفي الفتره الاخيره بدات الميه تيجي صفرا وانا عندي فيديو يعني ضد بشكل الميه الغريب ده. احنا فعلا مش عارفين نعيش. انا خايفه فعلا موضوع العداد ده، انا عندي عطلان وممكن قوي يجوا يعملوا لي محضر. طب اصلا انا ما عنديش ميه، يعني هروح ابلغ عن حاجه ادفع فيها فلوس وانا ما بيجينيش مقابل؟ دي غريبه، ودي اللي احنا يعني النهارده واقفين استاذه مروه عند نفس التساؤل المشروع ده لحضراتكم. انتوا ما بيجيلكمش ميه، من المفترض ان انتوا اللي تحاسبوا الشركه تقولوا لها ازاي انت فين ادائك معانا، فين الميه اللي بتوصل لنا، فين وفين وفين. العكس بيحصل، الشركه بتجبر الناس على تركيب عداد ومفيش مقابل ده خدمه. لكن انتوا مش رافضين موضوع الفكره نفسها، يعني فكره تركيب العداد انتوا مش رافضينها، وده اللي احنا محتاجين نوضحه للتوضيح. الاهالي مش رافضه ابدا فكره تركيب عدادات الغاز، لكن كل المشكله والتساؤلات زي ما حضرتك سالتي، فكره ان ليه اركب وهو ما بيوصلليش خدمه، وليه اركب مع مقاول من بره الشركه مش من موظف داخل الشركه، صح كده يا فندم؟ مره عرفه طبعا. اه طبعا، يعني ازاي انت ده كده كمان الاستغلال اتصنف او توزع على اكتر من فئه، ما تلاقيش الشركه تواجهها هي، لا ده في كمان بقى مقاول. طب انت هتواجه كل دول ازاي؟ هو عشان يوزع الفساد اللي موجود وما تقدريش تواجهيه، فانا مش هقدر احدد مين المسؤول كده. يلا استاذه مروه، نشكرك على ايجابيتك.